فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: استئجار الصالات لأجل وليمة العرس، هل يقال بأن هذا من باب الإسراف؟ نعم، إذا كان فيها بذل مال كثير هو من الإسراف، أما إذا كان مال معقول، إجرة معقولة وليست فيها أجرة باهظة، فلا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.